تكلفة زحمة السير في لبنان تعادل سنوياً 3.5 مليار دولار، هذا فضلاً عن كونها من الأزمات المزمنة التي يشعر بها كل مواطن من دون استثناء. عم يكون في أشغال من قبل شركة الكهرباء، من قبل وزارة الأشغال، مجلس الأمناء والأعمار، هيدي كلها عم تعطي تأثير مضاعف على أزمة السير بظل غياب قطاع نقل عام، غياب مواقف عمومية، عدم تنسيق بالوقت يلي بدها تنعمل فيه الورش. غير أن زحمة السير ليست بالقضية الجديدة، وإليكم هذه الصورة من فيلم وثائقي للفنان زياد الرحباني منذ نحو 3 عقود، فيلم سنعود إليه بعد قليل. ولكن الزحمة ليست وحدها القضية، هي زحمة السير من بين قضايا كثيرة، من تعنيف المرأة إلى تزايد حالات القتل والانتحار والفساد وغيرها من القضايا الكثيرة نلتهي بها، فيما المطلوب يبدو أمور كبيرة. من الثورة الإيرانية عام 1979، التحية اليوم للشعب الليبي، معدن النموذج التي تجلت به حركة البحرين، أن يدفع المسيحيون في مصر أو في أي دولة عربية أخرى ثمن الصراع بين الشرق والغرب. في لبنان دائما هماكاتنا كبيرة، ولكن كيف تعبأ الناس لقضايا ليبيا واليمن والبحرين وغيرها من الدول ولا يكترثون لبلواتهم المزمنة؟ جزء من هذه المسرحية هدفها الدائم إنتاج ما يمكن تسميته صناعة القلق المحلية، اللي هي واحدة من الأدوات أو الأسلحة لتحويل الناس إلى قطعان راضخة، سلم أولوياتها يصبح مختلف. وتخيل بس أنت مجموعة كبيرة من الناس عايشين قلق دائم، شو ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلهم؟ زحمة السير بتبطل مهمة أمام الرغبة بالعيش أو درء خطر الآخر. نعود إلى فيلم زياد الرحباني الوثائقي الذي يعبر فيه استهزاء عن الحال المزمنة هذه التي مع تقدم العقود لا تزال هي. هلأ أكيد هدوء نسبة أو الموسيقى الشرقية بلغة عالمية مش مهم عند قضية المخطوفين أو فتح المعابر مثلا، هاي أولويات أكيد أنه يسرب الواحد صاغ عبيته، بس الحياة ككل مش بس هيك. المسألة ليست هي ذاتها بالنسبة لكل الناس، بهذا الوقت هناك فئة من الناس تقوم بأمر مختلف تماما، تقوم بالسيطرة على الموارد، تقوم بالسيطرة على الثروات، انطلاقا من استغلال صناعة القلق نفسها. انه مش كتير غريب انه الناس اليوم خايفين من الصراع السني الشيعي، بنفس الوقت احد ابرز العائلات السياسية التي هي عائلة الحريري تقوم باخلاء الدالية ضمن تخطيط لبناء منتجع سياحي ضخم. مش كتير مفارقة بانه باللحظة اللي هن عم بيموتوا بقتال المحاور بين التباني وجبل محسن، هناك مشروعين لردم البحر والاستئصار بأملاك عامة بطرابلس. نعم، هو ما يسمى اقتصاد الكوارث المبني على الاستفادة من الكوارث الكبرى والقلق الناجم عنها لإمرار الصفقات، فيما ناس تمر بها الأيام ولا ترى من الحياة شيئا وهي منهمكة بالبقاء على قيد الحياة. جاد غصن، قناة الجديد.